بيقولوا احنا راح يقولوا ثلاثة احنا غاديين لأن كلهم مشاو كاملين. عمي ما فينا الله يرحم والديك. وانت عندك تصور شي مع الله يرحم والديك. مصطفى ما كانش صديق، كان اخ. مصطفى كان لقاه في السراء والضراء. مصطفى كان فنان كبير. مصطفى من الفنانين اللي فنان بالروح بالقلب بالمهنه بكل شيء. مصطفى كان انسان طيب. مصطفى ما كي يعني ما كي بعيد على كل عار ديال اي واحد. مصطفى كان كيحب الجميع، لا القدام ولا الجداد ولا. مصطفى كان كيتجنب اي حاجه يمكن تقلق شي حد في التصريح ولا في راي في عمل فني ولا غير فني. مصطفى كان انسان طيب، هذا اللي نقدروا نقولوا. وفراقه ما سهلش علينا، الله يرحمه والله يغفر ليه والله يعطيه مقام في الجنه على طيبوبة قلبه، والله يصبر وليداته والله يصبرنا كاملين. راه خونا مصطفى مع احنا يعني دوزنا اجمل ما كاين في الحياه. هو نصف الشباب اللي داز في عمال، اللي داز في محبه، اللي داز في في في, في عشره، اللي داز في ما هذه مده هي ما بقاتش اخر مره او اول مره. هو الفراق ملي كيجي واخا ولكن يكون حداك، واخا يكون حداك ومات ما الفراق. حنا كنهضروا على الفراق لان الفراق اللي ما كيتحملوش الضمير ما يتحملوش القلب. اما الحياه فهي كتلاقي كتسافر كتشوفوا عمل معاك عمل ماشي معاك، هذه شكليات. لكن المضمون هو الفراق. الله يرحمه الله يغفر ليه. وكنتمناو ان دعواتنا توصل للرحمن الرحيم، ورحموا في الدنيا كما رحموا في الدنيا رحموا في الاخره، والله يصبر وليداته. شكرا. هي صدمه. انا كنت مسافر، يلاه دخلت، يلاه دخلت على اساس الله شاهد على اننا غنتلاقاو باش نهضروا على عمل جديد باغي نديروه. حتى كنتفاجئ به، ما صدقتش. والله يرحم الله يرحم. معنا ما نقولوا هذا قدر الله، كل شيء يمكن يتصرف فيه الانسان الا مشيئه الله ما يمكن. الله يرحمه الله يغفر ليه. كانوا اعمال غادي يشتغل عليهم. نعم كانوا شي اعمال غادي. هو مصطفى دائما عايش على الامل. مصطفى عمره ما كيقول لك انا هذا العمل ونجلس ولا هذا العمل ونجلس. مصطفى انسان مهني بالمعقول، فنان بالمعقول مصطفى. لكن بعض الاحيان كتخون الظروف، كتخون الصحه باش ما يشاركش عمل، ولكن هو روحه دائما مع مع مع, مع, مع المهنه ومع المهنيين. والله يرحمه. خلاصة القول الله يرحمه وندعيو ليه كاملين بالمغفرة. لله ما أعطى ولله ما أخذ. الله يرحم الفنان المقتدر سي مصطفى الدسوكي، هذا الرجل الفنان الأصيل، أحد رواد المسرح المغربي، وصاحب النكتة النقية، وصاحب الكوميديا الراقية. ف سي الدسوكي الله يرحمه كان فم بلا عار، كان رجل دائما يبتسم، كان فين ما كتقول له شي حاجه الا وكيختمها بنكته زوينه. فالله بغاه ما عند الانسان ما يدير. وانا لله وانا اليه راجعون. من افتقدت الساحه الفنيه رجل كبير على مستوى الكوميديا الوطنيه، وغادي يخلي فراغ، غادي نسعاو جاهدين باش نمنعوه، ولكن لا يمكن تعويض هذا الرجل. اخويا قبل واحد 4 شهور بحال هكا شحال هادي ما شفتو، ولكن هو خا جاري شحال هادي. انا كان واحد الوقت يعني تعذر عليه الخروج، الوضع الصحي لا يسمح. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.